ومشاهدينا الى فقره بين الناس، واليوم راح نروح الى البصره الفيحاء مع الزميل حسن مظلوم ونشوف شنو الجوله مالته لليوم. يسعد صباحك حسن، شلونك؟ يسعد صباحك حسن، اهلا بك. صباح الخير عليكم على مشاهدينا الاكارم. طبعا من ضمن الجولات في مدينه البصره اليوم جولتنا في هذا المكان، وهو احد بيوتات الشناشير في البصرة القديمة، الذي أصبح اليوم هو منتدى وملتقى للمثقفين والكتاب والصحفيين في هذا المكان. حقيقة يعني تم تكوين هذا المكان وتشكيله بما يناسب جميع هذه الأذواق التي تتحدث عن إرث تاريخي وثقافي لمدينة البصرة. حتى يعني تجولنا قليلا روان في هذا المكان، نلحظ أنه في كل جزء من هذا المكان يوجد ما يشير إلى هذه المدينة القديمة العريقة. دائما ما ننقل جميع الأخبار عن مدينة البصرة، لكن الجانب الثقافي الآن نركز عليه وننقله من هذا المكان التاريخي. دعونا نتحدث مع صاحب هذه الفكرة، كيف يعني تباردت إلى ذهنه وكيف استطاع إنتاج هذا المكان بهذا الشكل الجميل المناسب. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا، صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير. يعني اليوم احنا حقيقة تفاجأنا بهذا المكان اللي يمكن هسه احنا ما نقلنا صورة كاملة للمشاهد، لكن هسه من خلال جولتنا ممكن تحدثنا يعني شلون بدت هاي الفكرة وشنو الغاية من عندها؟ طبعا السلام عليكم. بالبداية احب اشرح لكم بان هذا المكان هو يتكون من عائلة وحدة فنية. الدافع الوطني اللي كان بداخلنا والانحدارات اللي صارت بالتقاليد وأرث البصرة بدأ يندثر شيء بعد شيء، قررنا ننشأ مكان يلم هذه العوائل البصرية ونحافظ على التراث ونقيم عديد من الفعاليات. إضافة إلى هذا مثل ما تفضلون العوائل هنا كلها عندنا تجي يوميا في الصباح لتناول وجبات فطور، إضافة إلى فعاليات كثيرة مثل مشغل المرسم. أما هذا اللي لفت انتباهي يعني هذا المشغل، يعني كل غرفة أنتوا مختصة خصصتوها لشيء ما ويستمر يعني في الحقيبة الثقافية البصرية. بالضبط، احنا عندنا كثير من الفعاليات مستمرة على مدار الشهر. في بداية الأمر احنا فتحنا دورات كثيرة لتعليم الرسم، وبعدها فتحنا دورات لتعليم الموسيقى، بعدها فتحنا دورات للإعلاميين، أيضا فتحنا استوديو لنقل محتوى جميل جدا يعيد أرث البصرة وأرث أجدادنا والحفاظ عليه. فهذا المحتوى بقى مستمر حتى يستمر هذا المشروع الجميل. فتحنا مطعم مصغر يلم هذه العوائل البصرية. طبعا إضافة إلى هذا احنا نقيم أمسيات مستمرة يومية. طبعا هو مع يعني كنا نتمنى نكون حاضرين في الفترة المسائية، ربما يمكن يكون أجمل يعني الحضور، وحتى الفعاليات التي تقام ربما هي أغلبها في الفترات المسائية. نعم، هذه هي الغرفة الثانية روان المجاورة للغرفة الأولى. هذه الغرفة هي مصممة استوديو إضافة إلى الملابس التي تشير إلى تراثنا القديم. زين، تراثنا طبعا يميل الى الخليج بالنسبه للبصره، فهذه تكون دائما هنا يجون العوائل يلبسون هذا اللبس ويصورون، وتكون وياهم لقاءات وقصص جميله عن تاريخنا وارثنا بالبصره وكيف كانت عايشه العائله البصريه سابقا من انفتاح من تمدن، لان البصره هي مدينه مدنيه وليس مدينه عشائريه او ما شابه ذلك. فاحنا الحمد لله هنا منعنا التكلم بالسياسه بالدين، خلينا المشروع ثقافي بحت والحفاظ على الايام الجميله ايام البصره القديمه. يعني انا هنا يمكن اللي ثار انتباهي او لفت انتباهي هو الهاشمي. نعم، احنا طبعا منطقه ساحليه البصره، وعلى فكره مدينه البصره لا توجد منها بالعالم كله مدينه مثل هذه البصره، ما حد منتبه لها. مدينه تحمل بحر، شط، هور، بر.
هذا العالم الكرة الأرضية لو تفرها كلها ما تلقى هيك مدينة، فإحنا لازم نفتخر إحنا من البصرة ونفتخر بإرثنا وتقاليدنا. تقاليدنا جدا جميلة بالبصرة، تقاليدنا في محافظة البصرة هي لا تشبه باقي المدن وتتميز دائما يتكلم عنها السائح. أستاذ يمكن حتى اللهجة، يعني أنا أحيانا بعض المفردات اللي نتحدث عنها يمكن الجيل الجديد الشباب يمكن ما سامعين بيها، ما يعرفوها هاي الألفاظ. أبسط مثال طبعا إحنا نتقدم ولو نقاطع الأستاذ. نعم، نتقدم إلى الغرفة الثالثة المجاورة. نعم. طبعا إذا تلاحظ حتى كلمة رازونة اللي اختاريناها كثير من شبابنا هنا ما يعرف شنو اسم رازونة، يقول شنو رازونة، فإحنا جاي نشرح لهم هنا هذه الرازونة، هذا التريك الإنارة، تريك الطرمبة، حنفية، البيض، دحاري، هذه الأسماء القديمة هي كانت يمكن إذا نستخدمها ما يعرفوها. طبعاً كثير ما يعرفوها. إضافة إلى المحتوى مالتنا إحنا قاعد ننزل يومياً مثل ونترجمه، حالياً حتى ظلينا نترجمه للغة الإنجليزية، فهذا موجود على صفحاتنا مع التواصل الاجتماعي. إضافة إلى مثل ما لاحظتوا أنتم العوائل فرحانة جدا بهذا المكان، يعني يجون يتناولون وجبات الفطور، إضافة إلى بالمساء أمسيات جميلة جدا. طبعا حتى بعض الأحيان أجيب أنا أبو العود يعزف في الصباح فيروز، ما فيروز هسه هو متواجد إن شاء الله نلحق عليه، راح يبدي يجوز يعزف أغاني فيروز. وسوينا أيضا غرف وجلسات، ويعني كل ما يحتاج المواطن هو جاي يشوفه بهذه المكان. يمكن هذه الفكرة، يعني الاعتماد الذاتي هو يمكن بحاجة إلى تمويل، دائما ما يكون بحاجة إلى تمويل، إلى انفاق، يعني هذا أكيد مشروع بحاجة إلى دعم، يعني كيف تقومون بهذه التفاصيل؟ والله أكون صريح وياك جدا، احنا هذا المكان ما تلقينا دعم من أي جهة، زين، واحنا عائله، يعني من عائله بسيطه، يعني ما انا اعرف، لكن اريد اعرف شلون حتى يستمر، يعني حتى هذه الاعمال اكيد يعني التاثيث، اعمال الصيانه وخصوصا بيوتات الشناشيل هي بحاجه الى عنايه او ترميم خاص. استاذ احنا فتحنا هذا المطعم المصغر، الكوفي المصغر، هذا حتى يستمر مشروعنا، تفضل العفو، حتى يستمر المشروع، فهذا بدا يمون نفسه. تعرف احنا عندنا حارس، عندنا منظفين، عندنا كهرباء، عندنا اجار، زين، عندنا اندثارات، زين، ممكن نتفاوض عادي، زين. فاحنا كثير طبعا اسفين لان اكو عوائل ما تريد تظهر، زين، فسوينا هذا المكان بالنسبه للطعام هو حتى ديمومه المشروع، وانه هو مو مطعم، هو ملتقى ثقافي. بالضبط، ملتقى ثقافي. تعرف هسه جانا الشتاء، هاي البيوت كلها قديمه، يحتاج لها سقائف، يحتاج لها تعديل، هذا منين راح نجيبه؟ ففكرنا نجيب من هذا الشيء. ابو العود اجى، حضرنا ابو العود. هذه الامسيات يعني في الفترات المسائيه بالتاكيد، لكن الان نتمنى طبعا نسمع شيء بصري. تسلم هذه الأيد المباركة. أنا كنت أتمنى أسمع شيء بصراوي، يعني
لانه يمكن زرتكم انا فتره سابقه سمعت ام كلثوم وقتها، لكن حاب اسمع شيء بصري ولو شيء قصير. يعني حاب اعرف من حضرتك اهم الان طبعا تليفونك وقتها لو خلينا صامت احنا قبل لا ندخل بالبرنامج. طبعا استاذ قصيح دورات مستمره هنا عندنا للتعليم. بالضبط هذه من ضمن الفعاليات والنشاطات. نعم استاذ قصيح هنا هو طبعا له دور كبير بهذا المكان، دعمنا دعم شخصي، والرجال همنا ترى من عائله فقيره يعني، رغم هذا وقف ويانا لان يدري بوضعيه المشروع، وقام دورات هنا عديده للشباب العصر يوميا يدرب على اله العود واله الكمان، وايضا يعني السمه اللي عند الفنانين اللي يحبون الفن يحبون مهنتهم يحبون احترافهم اكيد راح يكون عطائهم اكبر من الموضوع المادي وانتم تقيمون بهذا بالضبط. هذا المشروع. وانا اشكره من خلال الله. ممكن تحدثنا استاذ يعني شنو طبيعه الدورات اللي قمت بها؟ والله يعني علمت سماع الكمان، سماع العود، سماع العود، والحمد لله على وحده. كل التوفيق ان شاء الله. طبعا هذا جانب ومن مجموعه جوانب. الحاج هنا دائما يزورنا وهمنا ايضا من عنده قصص جميله من التراث. السلام عليكم. عليكم السلام عزيزي، حياك الله. استاذ ممكن ولو شويه انداهمناك احنا بشكل انت ممكن فتره استرخاء بهذا المكان الجميل، يعني شنو اللي يخليك تلجا الى هذا المكان؟ ما الذي يعني، هل هو إعادة للذكريات الجميلة، هل يعني البحث في تفاصيل إرث البصرة وتاريخ الحضاري؟ يعني يمثل كوكتيل من ذكريات البصرة الثقافية الفنية الأدب، ذكريات ماضينا عريق، قصص هسه من أسولفها إليك. يعني ممكن احيانا يجوز بالمقارنه ما بين اليوم وما بين الماضي كل واحد يستغرب لها فتشي. يعني مثلا انا صغير بهذه المنطقه فكانت والدتي تاخذني للسوق، هذا سوق البصره، فمن اشوف بائع البيض هنا ارتباط بالنفسيه والروحيه البصريه، فانتبهت انه هذا يخلي البيضه بالماي، فاذا البيضه غرقت هاي يتأكد منها فاسدة أو صار. نعم نعم، هيتشي كان يعني من أقول لك كوكتيل الأدب الأخلاق. نعم. المعلم كان المعلم راقي نقتدي به بشخصيته بعد. نعم. الأمان طبعا حسن المكان، احنا نتمنى انه نجي البصرة ونشوف المكان لأنه كلش حبينا الأجواء والأمسيات وحتى التراث يعني البصراوي، فشي كلش حلو. نعرف اللي هسه بمكانها قراج أبو الخصيب مقابل المحافظة، يعني هسه من أقل واحد غيدة وحمد، تعرف شنو غيدة وحمد؟ بس كانوا يمثلونها مسرح بعد العناء بعد التعب، يجي تعبان يلبس ذاك الهندام، وتعلمنا شلون يرش عطر وياخذ العائلة حتى يوم ثاني يبدي بطاقة جديدة. حسن ده تسمعنا؟ الأمان اللي حكينا عنه من النوم فوق السطح، ما نخاف تجينا رصاصة. نعم أسمعكم. نعم نعم. منين أبدي؟
اليوم احنا اكو اشياء عريقه لازم ندخل لها مثل يعني مثل هذه الخطوات اللي يعني استقطاب يعني مكان استقطابي مثل هذا بيت الشناشين اللي المثقفين. طبعا حسن شكرا على هاي الجوله الحلوه اللي هم قبل شويه ذكرت قلت اتمنى انه راح نجي البصره. الله يحفظك ويعزك عزيزي. شكرا. نعم حسن. حسن مرتين قلت لك راح نجي البصره تقول اي تعالوا هلا بيكم تعالوا المكان نشوفكم. ليش هيجي؟ حياكم الله اهلا وسهلا. طبعا أهل الجدول اللي راح يتحضر لكم راح يكون يعني وفره كبيره. هذه المكانات اللي طلعنا من عندها اكيد. واهم شيء اهم شيء ناكل الزبيدي همنا حسن. عندنا هواي اماكن وياك لازم نروحها يا حسن. بالضبط فعلا. شكرا لك للجوله. شكرا لك حسن. حياكم الله اهلا وسهلا بكم. شكرا لك.